صباح الخير البنات، صباح النور. حنا يا صابحين نشوفوا الميكانيكا ديالنا نادا. يلا شوف، راه لا هذيك، وهذيك ديال الموتور قبل ما نديماريو باش نشوفوا الماء ديال الموتور واش كاين ولا لا. لحقاش لا بقينا حتى ديمارينا اولا تحركنا بالطوموبيل كيسخن. بلاتي انا جايه، هادي البنات، وياكم تكونوا كديماري ولا شي حاجه. بلاتي ها بلاتي بلاتي عندك ماشي هكا. بلاتي لا راه هي هاديك، خليني نكمل الحين تقاسها. يلا هزيها دابا. بلاتي هاك شوف، شتي راه ماكسيم. لا راه باقي خاصها شويه شويه. مش لا، جيبي الماء من لا راه الماء ديال الكالكير، راه كاين الماء ديال سميتو. نديروها البنات لحقاش الا بقى هذا حتى وكح. هي فاش تيلصقوا داك الجوانكي راس، انا قبل ما نديماري دابا تفكرت في الطوموبيل هاكاك. الحادقه ديالي ديال نادا. يلا عمري ونجيبو الماء الاخر العادي نديروه ديال سوي كلاص. لا ديال سوي كلاص. وا ديري هذا. احنا البنات جينا البني ملال، غادي نتواضعوا مع العطله. اخر نهار لينا في العطله، نتواضعوا معاها، نخرجوا نقضيو شغالاتنا. انا دابا غندخل حله جديده المدرسه، غادي نشوفوا شنو غادي نديروا اليوم. حنا جينا عند الدكتور عثمان الازهر، غادي نطلعوا عندو البنات وعاد نهبطوا نشوفوا شنو خاص نادا. حنا البنات وصلنا مع غدا المدرسه، اليوم راه عند نادا كونترول مع الدكتور عثمان الازهر. السنينات اللي ولاو غزالات، حليش انا هذا السنينات. دابا نادا عرفت راه مابقاش كتسكس بالضحك مع صحاباتها. فاش كنا جايين في الطريق شنو قلتي ليا؟ قلتي لي عقلتي يا ماما ملي كان عندي الناب خارج. قلت لها شوف ما كنتيش كتصنطي وليني دارتها 4000 ياك. ودارتها صراحة الدكتور عثمان، شكرا ليك بالهلا يخطيك. عرفتو السنينات ولاو بحال دايره لهم هوليود سمايل، وفي زمان قياسي يعني. كاين دابا الدكتور عثمان كنتلاقاو مع الناس كيسولوا كيقولوا لي كيفاش نادا في هذه الوقيته هذه سنينات تقادو، وحنايا كاين اللي عامين كاين اللي وباقي ما تقادوش ليه. دابا كاين على حسب الحالات. كاين اللي عنده حاله صعيبه بزاف، كاين اللي عاديه، كاين اللي سهله. دابا حنا عندها بين وبين بين وبين بين وبين، ماشي صعيبه بزاف وماشي سهله بزاف. ملينا راه ولات السنينات زويدين النور. ها الراحه ديالي راه غتنوض لها واحد السنه وغتجي تبرزدك ان شاء الله. مرحبا. مابقاش عندك هذا الالم بعدا الحمد لله. ما غدا ثاني الدخول ديال المدرسه، اليوم نتواضعوا مع العطله وتقاد السنينات ومقاد ليها الشعر باش غدا تدخل فركسه. ما شافوكش صحابك اللي بغاو شافو؟ تشوفوا في التصاور كدير تيك توك كدير. لا في المدرسه لا، ولينا كلشي عندها في الجروب كلشي كيشوفوها. اش من لون غديري ثاني؟ غادي دير اليوم شي لوينات. ها هما البنات، احنا البنات خرجنا مع الدكتور عثمان وغادي للقيصريه ونشري لنادا سميتو وزرا. راه ماشي مننا القيصريه، من جهه فريش. ما احنا بقينا حتى حطينا الطوموبيل في الباركي القيصريه ديال بني ملال، ما وصلنا البلاصه عبد الزبز. ايوا نمشيو للقيصريه ناخذ ليها نادا. عندك شي طابليه بيضاء ياك؟ وزره بيضاء ونورها خاصه بالغوز. نورها كاتبين ليها مع الادوات المدرسيه بالغوز. ايوا نمشيو للقيصريه. ملي جيت لهنايا غادي نمشيو حتى لسوق السبت عاوتاني غادي نتغداو. قلت ما غيبقاش لنا الوقت لا شي حاجه في العشيه، ما نرجعو حتى تيسدو الحوانت ولا ما تعرفي الوقت شنو تجيب. اللهم تقدى عليهم من هنا البنات. هي القيصريه، هذه دي فاكتو اللي كاينه هنايا، وهي البلاصه فين تتباعوا الحوايج والميزرات وداك الشيء. الناس قدينا اول حاجه ورينا ده الثومه، قالت لي انا ده سبقتي لنا الثومه. قلت لها راه خاصها انا. ايوا صافي ها هما الحوايج. السلام عليكم. وصلنا لهنايا
يلا شوفي انا هذا شنو اللي بغيتي تبي. شوفي ما كاينين حتى هادو فين. هزي قيسي قولي السيد يعطيك وقيسي. يلا نشوفوا وحده بالغوص الاخت كامو بالغوص تاعو. ها هي انا دا جينا دا لهنا قربين هكذا صافي راه جاتك جاتك حساب ياك. نمشيو ناخذ النور ها انت هي وحده. وصلنا للدار سي محمد راه زربان عطو شي شغل. سلام على الطعام. واه لا سلام على الطعام. ايوا عرفت سير كنصوني على نور هان تنقول لها واش نجيب لكم شي حاجه خاصه تقول لي لا جديني هي فقعانه بغات تمشي معاك. اه راه مشات دابا هبطات على الدريم. المهم ناكلو كسكسو تسنى امي تجي. جا امي خلاص نادا امي راه تسنى علي صغير بلا لحم لما ما دايرهش كنور. قال لك سي محمد قال لك المتبوعين ما بغاوش يديروا لكم. يلا جا امي مشي جي تجلسي زوينات ديالي. حنا رجعنا للدار جمعت كاكسي واحد شويه بقينا حتى تاع العشيه. امي مشي مسكينه ما حلفت عليا ما خلاتناش نجي. وعقب تكيت كان واحد العرس ديال البنت جيراننا الله يكمل لها بخير وعلى خير. وانور هان حلفت قالت لك والله ما نمشي لا ما تفرجت وما كانوا عارفين على حتى شي واحد صراحه. وعرفت من سعود من حيدو تسعود دارو 11 حق لنا دابا فاش جبتك من عند الكوافور كان الناس باقيين خارجين. اش اش نادا البنات راها فاش جينا من سوق السبت. يلا حيد الباندا. فاش جينا من سوق السبت حطيتها هي الاولى حطيتها عند الكوافور. واخا هانا جايه العروسه ديالنا راها في الحمام كتعوم يا اختي. وياه ياك قلتي غادي نحك راسي حيانا ياك ظهرك وحكيتو ليك. انا جايه انا جايه نعاودك. واخا انا جايه. اي قال لك حكي وجهك مزيان. شوفوا نادا قطعات شعرها بدل شو غير على الخلفه اخلي راه اخليه راه زوين. زيدي زيدي جاك واعر جيتي غزاله كتحمقي الكبيده. ماما شوفوا البنات انا جايه ما تبرزطيناش. زحليقه زحليقه المبرزطه. شوفوا نادا كي جاك الشعر نادا هو دابا حين انت ما ولفتيش مقطع بزاف كان لك طويل قلتي بغيتي نقطعو راه قطعتي. انا قلت ليه واحد هنا بحال هكا بحال هكا ماشي مشكل. دابا يطوال دابا يطوال دابا يطوال. هي يا قطعت شعرها عرفتي دابا راه كاملين. انا دابا كنقطعو شعرنا وكيتنادم معنا الحال. ماشي مشكل تتربيش كبدة على الشعر. اش تربي كبدة هيك عم ربي عليا انا بعدا حلقلي الكبدة ديالي. نمشي عند العروسه الاخرى حتى هي راه في الدوش. واه حتى تدوش وتعاود تخرج لينا بينوارها. انا اختي جاي والله ما جلستي حتى جيت فركتك توري لك. شتي شتي هذوك اللي دايرين روتيني في الحمام هذوك المصريين. واحد جوج دريات صغار قلت نورا دايرين روتيني في الحمام. هي خرجات بخمسة نور هاد صحة الراحة تدويشة الله يعطيك الصحة. هادي سنين هادي اللي عندك خارجين بحال أردوبة. شوف شوف شكي الوقفة الحالة. واي هاي 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 ولا نور هذا دا القراية. دا القراية هي لا عرفتيها خدامة شتفيقي هاديك الوحدة وما ديالي 12 قول بالله. نمشي ناكل شي حاجة ونتكلم نتفرج. والله ما مشيتي تنعسي تنوري لي قال لك ناكل شي حاجة. شوف بعدا كي دايرة التكية. نور هان بعدا جا معاه فين هما ادواتك اللي شريت لك شحال هادي الدار. ها شي بلاصه الدار غلفتي الكتوبه. لا ها واش دايره نسولك انت. نسولك انت. نسولك انت. كي نسولك انت شكون اللي بغا يقرا انا ولا انت. انت هكا وهكا وهكا وباين العام من اوله.
نور هاد ماما واش كي ضربو اه واش كي ضربو غادي غادي نوصي مي ضربوك يلا يلا جبدي ادواتك جبدي بنتي ادواتك واش نغلف دابا صافي بركه من الضحك واش نغلف دابا واشنو غدا تمشي عند دمشق تقولي لي مرا باقي لك الادوات ديال الفرنسي والانجليزيه غلفي انت لاحظتك ما كنعرفش نغلف ها واش كتعرفي ديري نعرف شي ناكل ونتفرج والله ما كاينه فراش غنقلع لك التليفون صافي يلا 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 جبدي بعدا ادواتك جبدي ادواتك الا هزيتي غنتفاهم معاك عرفت شنو نور هان 12 دابا ديال الليل هزيت بنانه قالت لك بغات تهز المسمن المسمن قلنا لها تفطري بيه مع الصباح بغات تاكلو هي دابا حنا مشادين شوفي هزي تفاحه بوحده ما تاكلي لا بنانه لا مسمن اختاري تفاحه صافي دوزي تسكري مره اخرى ممنوع تولي تفاحه ولا بنانه ولا مسمنه لا ممنوع انا مسمن هزي تفاحه مره اخرى غتولي تاكلي الصوبه في الليل دير لينا ديك ديال البطاطا زوينه هي راه خاصها الصوبه خاص نولي ندير فيها العدس وندير فيها كاع الراوز وهذاك اللي كنتي كدير لينا حتى هي سير اخر مره الفياق مع السبعه ديال الصباح شد زيد شد العينين زيد زيد اسلح فان هادشي اللي مشيت تسمعها بعد واحد ثلاث ايام ليري قربت لك في الطول يا ماما انت قصيره والله الا ماما انت قصيره ما تبقايش تحقرني شوف راه وصلت لك في كتفك ماما ماما انا وياك قصيره لا ولا ما يمكنش انا راه ثلاثه من عاد وصلت لك في كتفك شي لا غنوريك دير شي معويلات قصيره مسموم مسموم والو تيقولوا دوك دوك الرقاقات هما اللي مسمومات الساعه العكس لا خصني دابا مسيمي ما والو لا زين الفنون ياك اللي خارج من المود انت تزين الفنون رقيت ليها الوزره ديالها قبل رقيسات سكسي قصه زيد لبس الله يسجعها هي هذيك شوف هالو كيتي مع هالو كيتي انا بنتي راه زوينه والفنون غندير ليها شعره ندهنوا ليها باش يصبح ليها هكا حرير تهنيش ليا الساعه خليها هكا شي قلت لك غتجي 14 نيشان يا الله اش قلت لك انا انا راه عابره بعيني 14 نيشان اختي ايوا راه في البرده ماما تولي خاصها 17 وجهها سكتي على الدريه وجهها تبارك الله يلا مزيان وتعاود قول لي عمري بغيت نسولك على واحد السؤال منين تيطيحوا عليك هذوك الافكار عند عزيزك اللي دايره ليا خالتي الضاويه ميتي علي ولا خالتي الضحك يا ربي خلي لي بنياتي ويحفظهم لي يا ربي يا ربي تعطي النور العقل ديال القرايه وماشي ديال الماكله واللعب يا ربي يا ربي يعاون كاع المشاهدين والمتتبعين على وليداتهم مع الدخول المدرسي صراحة انا عيانه راه فيا اللي غنلفت الصباح وغنفيق الصباح بكري وشحال عندها من كتاب 100000 كتاب وعاد نغلفهم حقوا الاستراحه هاتي باش تفكر يلا بغي نقول اللي قلت لك يا ربي نورا نعطيها عقله في القرايه وماشي الماكله عرفتي اللي تقول كل صباح ماما الاستراحه 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 اللي تفرحها باش تشوف ديك الماكله قال ليها شريت لي شريت لك شي لانش بوكس على الفوق نولي ندير لك فيه شي كي انا هي الاميره نولي ندير لك فتحي وري في حاب بينينه ما قلت لها في معصر لا تشحنها حط لي في معصر قال لك في دوري دوريها ماما باش يبان هذا عاشق لا زيدي طلع زيدي طلع هذا موس لا ماشي موس موس نولي ندير لك خيز وبطاطا والرز والتفاح والبنان رجعي لو بقيت تبقى بحالها مع نورها ما قالت لاني بالضحك حط لي خلاصك على فكرك واخا يلا هاجي اجي بلادي عرفت انا راه صافي عييت نور هان شوف شو مخشي عاد عرفتو عييت صافي دابا 12 ديال الليل غسلت الماعن كنا خليناهم ديال الفطور
ملي رجعت من سوق السبت جمعت حكيت هذه فركه واحد الفركه هي هذيك دابا ما فياش اللي غادي يقاد ليها الادوات حتى نبدا ان شاء الله غادي نفيقوا الصباح بكري قبل المدرسه وعايزه نقادوهم دخول ها دخول موفق البنات تغدا على شرف وحن الله دخول موفق لوليداتكم الله يعاونكم معاهم الله يعاونكم مع وليداتكم والله يعطيكم باش تكونوا معاهم يا رب والله يفيض عليكم الرزق والله يفيض عليكم الغديره والله يعطيكم صحيحتكم ويخليكم لوليداتكم ولهلا يحرم شي واحد من وليداته يا ربي امين البنات تلقاو فيديو جديد ان شاء الله على القناه وبسلام عليكم وبلاي على دير بينينا خلي لا تشوفوا خلي لي البنات السلام عليكم.